كرة اليد وفريق كرة اليد بالنادي الأهلي وقرعة دور ال 32 اتعملت امبارح في اتحاد كرة اليد، والأهلي بيواجه شمس في دور ال 32. بداية مع دور ال 32 الأهلي والشمس. القرعة جنبت فرقتين، جنبت هليوبلس اللي هم 34 فريق دخلوا قرعة كأس مصر للرجال، جنبت هليوبلس والحوار، نادي الحوار الاثنين جنبتهم القرعه، وال 32 فريق التانيين دخلوا الى دور ال 32. النادي الاهلي هو حامل لقب هذه البطوله دي، بنقول لنجومنا شد حيلكم، ربنا معاكم بالتوفيق في المرحله اللي جايه. كانوا اخر مباراه في الدوري او في كاس مصر في البطوله اللي فاتت كسبنا نادي طلايع الجيش. تعال نبص على او نشوف ونتابع قرعه منتخب او قرعه كاس مصر لكره اليد ودور ال 32، مين هيلاعب مين ومين الفرق، نبص عليها. القرعة الشمسي لاعب الاهلي وطنطا هيلاعب اصحاب الجياد، مباراه متكافئه جدا. اتحاد الشرطه سبورتنج مباراه اعتقد وان سايد جيم، نادي سبورتنج تاني البطوله الافريقيه اللي فاتت فاعتقد ان سبورتنج هو اللي هيكسب. كفر الشيخ الجزيره مباراه نادي الجزيره المفروض يعدي منها ويخش لدور 16. استاد المنصوره الطيران نفس الكلام، نادي الطيران هو الاقوى. القناه والزهور مباراه متكافئه جدا، والترسانه والمعادي اعتقد نادي المعادي هو الاقرب الى الوصول الى الدور ال16. نكمل زي ما شايفين الحوار وهليوبلس الاثنين باي لبره لان القرعه جنبتهم. انا يلعب البنك الاهلي وهوليليدو يلاعب نادي الزمالك، واعتقد ان وبنها للفيوم مباراه متكافئه. بترول اسيوط حدائق الاهرام مباراه متكافئه. الداخليه الاولمبي اعتقد النادي الاولمبي هو الاقرب للمكسب. مركز شباب سيدي عبد الرحيم مع نادي سموحه، نادي سموحه هو الاقرب. ونادي جزيره الورد ونادي طلائع الجيش، نادي طلائع الجيش هو الاقرب الى الوصول الى دور ال16.